أن القدس لها رجال، وأن القدس أيها الإخوة الكرام لها أحباب. أيها الإخوة، يوم الجمعة يوم الأخير، يوم الجمعة يوم الأخير، هذا ما أعلنته المرجعيات الدينية، أعلنته المرجعيات الدينية. المصلي إن شاء الله في الأشياء إن لم نستطع على أخرج نقطة من بوابات المجلس، إن لم نستطع أن نغلق الشوارع كلها المنافذ حتى يعلموا أن والقدس كيف نعيدها إن لم نكن نحن الجنود.
تعلمون؟ هل تعلمون ما هو قبل المسجد الذي تدافعون عنه؟ اسمعوا، عن عبد الله بن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى فالجفه فإذا النبيون أجمعون يصلون خلفه. اسمعوا أيها الأحباب، هذا سفيان بن عفان من العلماء، سئل فقيل له: يا سفيان، ما تقول في بيت المقدس؟ قال: ما في بيت المقدس موضع قدم إلا وسجد عليه ملك أو نبي، فلعل جبهتك أن توافق جبهة ملك أو نبي. إنكم وأنتم تسجدون هنا، تسجدون على جباه الأنبياء والصحابة والتابعين والأولياء. لبيك لبيك قائدها محمد، لبيك أمة قائدها محمد، لبيك أمة قائدها محمد، لبيك أمة قائدها محمد. أيها الإخوة الأفاضل، هذا العالم الجليل الضحاك ابن مساحب الهلالي جاء إلى بيت الله المقدس، عقد حلقة علم بعد أن صلى في المسجد الأقصى، وبينما هو يعطي حلقة العلم وإذا في أحدهم جاء مستعجلا إلى حلقة العلم. أتعلمون ماذا قال له؟ اسمعوا، إلى أي مكان أنتم تدافعون؟ قال: يا هذا يا هذا، هون عليك هون عليك، إنما خطروا على بلاط الجنة، نحن ندافع عن بلاط الجنة. يقتلهم وجودنا يقتلهم
صلاتنا تقتلهم، هتافاتكم هتافاتنا تقتلهم. بإذن الله جل وعلا لهم هدفهم، سنبقى هنا موجودون بإذن الله تعالى وختاما. يا شيخ يوسف ويا مسلم كبر كبر، يا مسلم كبر كبر، ويا مسلم كبر كبر، يا مسلم كبر كبر، وراس الصهيوني فجر، وراس الصهيوني فجر. اخوانا الكرام، الهدوء، الوحدة، الثبات هي النتائج. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تذكروا قضايا هذا مع حبيب آخر من مجموعة اجتمعوا له بركة. وما زلتم تثبتون لعدوكم أن بطشه وأن سلاحه وأن قواته وأن عساكره لا تساوي لحظة صمود في واحد منهم. نقول وبكل صراحة أن هذا الاحتلال البغيض الذي يريد أن يغتنم ويستغل كل فرصة ليستفرد بالمسجد الأقصى لا للاحتلال. نقول له والله ثم والله ثم والله لو قتل منكم 1000 شرطي لن ندخل من هذه البوابات اللعينه. Let's go!